الأوضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شرير مزيكا وفنون الأوضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شرير أربعة شارع شرير ضحكة يا علي هلي في سما يا هلي يا ام الضحكة يا حكاية جاية الأيام وياي شمسك راح تسكن بالي علي 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 الضحكة يا علي علي الضحكة يا علي هلي في سما يا هلي يا ام الضحكة يا حكاية جاية الأيام وياي شمسك راح تسكن بالليل علي 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 الضحكة يا علي علي الضحكة يا وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي علي الضحكة يا وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي غيرك في الدنيا مليش حبك في القلب تملي علي الضحكة يا وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي علي الضحكة يا وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي غيرك في الدنيا مليش حبك في القلب تمل وعلي الضحكة يا علي هلي في سما يا هلي يا ام الضحكة يا حكاية جاية الأيام وياي شمسك راح تسكن دلي علي 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 الضحكة يا علي اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا في كل مكان وحلقه بدايه الاسبوع ونتمنى كده تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا معانا في 4 شارع شريف النهارده عندنا اكلات حلوه قوي اكلات تونسيه وانيسه منوره اهلا اهلا عامل ايه معقوله حلاوتك دي عايشه عارفه الاغنيه دي لا كان في اغنيه زمان تقول لك ايه معقوله حلاوتك دي معقوله طعامتك دي سحرتني من النظره الاولى الست شريفه فاضل الله حلوه قوي اي خدمه مدلعين اهل تونس عايشك عملنا اكل ايه النهارده النهارده عاملين مكرونه بدجاج مكرونه بصلصه الحمراء وبالفراخ معها بطاطس مع فلفل اخضر وعاملين حاجه اسمها معقوده في تونس بنقول عليها معقوده اللي هي عباره على بيض وبطاطس بيوري وتونه وبقدونس هنحلي ايه وهنحلي ميلفوي بزبادي المراعي بقطع التوت الله ميلفوي بزبادي المراعي قطع التوت دي حاجه لطيفه جدا منوره كالعاده اهلا وسهلا بيكي يا انيسه بعد ما نخلص الاكلات الحلوه دي مع انيسه السلامي عندنا استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب بعد كده هتطل علينا بحكاياتها الحلوه قوي ست نيس ماميت اهلا ما بعد الفستان الحلو الشيك ده لازم اقول لك الست نسمه متحتوه وانحني الشياكه دي حبيبي ربنا يخليك عامل ايه عندنا ايه النهارده عندنا حواديت وستي نوجا قالت الله عليك اهلا وسهلا نختم يومنا النهارده وعرض ازياء والنهارده هتشوفوا حاجات حلوه بزياده النهارده معانا اتنين شباب عاملين براند مصري حاجات حلوه قوي عاملين بنطلونات جينز غايه في الرقي مختلفة جدا اوت اوف ذا بوكس خارج الصندوق زي ما بنقول خامات حلوة قوي اسعار حلوة قوي وخلينا كده نرحب بمحمد حلمي وسيف الخولي اهلا وسهلا
اهلا بيكو. اهلا ازيكم؟ الحمد لله. خلينا نقول محمد حلمي، انت عندك كم سنه يا محمد؟ عندي 22 النهارده. كل سنه وانت طيب. هابي بيرثدي، اعملوا له هابي بيرثدي بسرعه 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 بسرعه. يلا 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 يلا. سنة حلوة عليك. اديك احتفلت بعيد ميلادك في التلفزيون. محدش. طيب وسيف عندك كم سنة؟ 21. 21. بدأتوا من كم سنة أو من وقت قد إيه البراند بتاعكو؟ بدأنا بقالنا لحد النهاردة هو 10 شهور. 10 شهور. آه. في 10 شهور قدرتوا تعملوا حاجات ومنتجات في ناس بقالها 10 سنين ما قدرتش تعملها. الحمد لله. السر في إيه؟ السر في ايه؟ السر اتفضلوا. لا اقول لك انا، احنا اقول لك انا السر في ايه. السر في ان انتم مؤمنين باللي انتم بتعملوه، بامانتكم، بان انتم عندكم حلم وعايزين توصلوا له وانتم وصلتوا له. فبما ان انتم مخضوضين شويه عشان في التلفزيون، فسوري ان انا اتكلمت نيابه عنكم، بس انتم عاملين حاجه حلوه قوي، فخر للصناعه المصريه. منورين. اهلا بيكم. عندنا كمان النهارده المودلز اللي موجودين معانا، الشباب والبنات والشباب، برحب بيهم. اهلا وسهلا. اهلا. فرقتي النهارده مزازيكي مع عندليب الشارع استاذ حسام حسني، منورين. اهلا وسهلا. مساء الفل. بدأناها النهاردة بأغنية للعبقري أستاذ هاني شاكر، علي الضحكاية. دلوقتي أستاذ بهاء سلطان. قوم وقف. قوم وقف وأنت بتقوم يا وائل. قوم وقف. يقول لك قوم وقف وأنت بتكلم. قوم وقف يا بيه. اعزف وأنت واقف، ما ينفعش غير وأنت قاعد وقليد كده. والله؟ ورينا كده عشان تبان حتى. هو واقف. لا خلاص صعبت عليا. خليك. أنا آسف. يلا نسمع الأغنية دي بعد كده فاصل. بعد الفاصل نرجع لكم مع أنيسة، نعمل أحلى أكلات تونسية. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. صالحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعملها، عشان اسامحك وارضى عليك حاجات كتير ودي اولها. قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص لي وفهمني، قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص لي وفهمني، ولا تتكلم وانا بتكلم، وين غلط ابقى امشي وسيبني. قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بصلي وفهم، ولا تتكلم وانا بتكلم، وين غلط ابقى امشي وسيبني. انت ايه انت ايه ما بتحبش تسمع انك غلطان؟ قولي ليه قولي ليه، ولا حتى بتفهم، وكمان زعلان لو نسي ويعلموا او حتى يفهموا، لو نسي ويعلموا او حتى يفهموا. اللي فاتك من حياتك، اللي فاتك من حياتك هعلمه. قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص لي وفهمني، قوم اقف وانت بتكلمني، قوم اقف بص لي وفهمني، ولا تتكلم وانا بتكلم، وان غلط ابقى امشي وسيبني. قوم اقف قوم اقف كلمني. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. 4 شارع
اكلنا النهارده اكل تونسي حلو قوي قوي بنكهه مصريه حلوه. ايوه بنكهه مصريه. اخبارك ايه يا انيسه؟ الحمد لله كله حلو الحمد لله. النهارده الاكل على مزاجي، عامله حاجات لذيذه قوي وسهله، دي اهم حاجه. خلينا نقول اول حاجه معانا ايه؟ دي مقرونه بالدجاج، مكرونه بالصلصه الحمراء والفراخ، مكرونه بدبابيس الفراخ. ايوه اوكي. ودي اسمها معقوده، هي بطاطس بيوريه بالبيض وتونه وبقدونس وبصل. هنحلي ايه؟ هنحلي بالميلفوي محشي الكاسترد بزبادي المراعي بقطع التوت. الله 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 عليكي. عايزه تبتدي بالمكرونه؟ اوكي مقادير المكرونه اتفضلي. مكرونه 500 جرام مكرونه، نص كيلو يعني. ربع كوب زيت، 8 ملاعق صلصه طماطم، 2 معلقه كبيره ثوم، 5 دبابيس فراخ، 3 ورقات لورا، معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره بابريكا، ملح وفلفل، ثمره بطاطس، 2 ثمره فلفل اخضر. اوكي يلا هلا يلا بينا نطبخ الاكل الحلو يا جماعه. اتفضلوا. هنحط ايه اول حاجه؟ زيت. اول حاجه نحط زيت. يلا خلي بالك لانها سخنه. أوكي. جدا. اوكي ادي الزيت بتاعنا. احنا المكرونه بنحط فيها توم بس ما بنحطش بصل. والله هنا مفيش بصل؟ لا. اوكي اوكي يلا ننزل التوم. خلي بالك انها سخنه قوي. اوكي ننزل التوم. ادي الثوم هنحط عليه. اوكي نحط عليه الصلصه. معاها اوكي دلوقتي معاها بابريكا، فلفل الحلو، ومعاها كزبره، ناشفه. اوكي ورق لورا، اوكي وبعدين نحط الفراخ. دبابيس بحبها قوي يعني، اكتر حاجه حلوه قوي. ونسيبها نحط لها ميه بقى ولا ايه؟ نحط ميه. اكله سهله جدا. هنملاها ميه؟ يعني نغطي الدبابيس كده شويه عشان تستوي براحتها. بس كده كمان؟ لا خلاص كده هي حلوه قوي. ونغطيها؟ ونغطيها ونسيبها تستوي وبعدين نزود البطاطس والفلفل. بعد ما تستوي؟ في الاخر خالص. طب خلاص سيبيها بقى تستوي مع نفسها. اوكي وتعالي نعمل مقادير تاني اكله اللي هي المعقوده. اتفضلي. اوكي المعقوده مقادير. معقود التونه، 3 ثمرة بطاطس مسلوقه، 2 حزمة بقدونس مفروم، ثمرة بصل مفروم، علبة تونه، ملح وفلفل، معلقة صغيرة كركم، 6 بيض، 6 قطع جبنة مثلثات، كوب جبن مبشور. سهلة؟ اوكي المعقوده اسمها كده. معقوده ايه؟ اشمعنى يعني معقوده؟ عشان كله معقود كده. كله معقود مع بعضه. ايوه طب بس قبل ما نعملها اوكي خلينا ايه، احنا هنا دي هنحطها على النار. دي هتعملها على النار ولا مش هتعملها على النار؟ لا دي مش دي هندخلها الفرن. هندخلها الفرن. اوكي ماشي. ادي بس الطبق اهو هيسحلنا. اوكي اهو الطبق ده وكل الحاجات دي هنضربها مع بعض. ايوه صح كده. اوكي يلا ركزوا بقى معانا، اكله حلوه وسهله وصيفيه. نسيت بتاعت الصيفيه ما استخدمتهاش. اول حاجه هنحطها، اول حاجه نحط التوم البيض. اوكي بعد كده وبعدين نحط معاها البطاطس. اوكي ميرسي. والبطاطس بطاطس دي بيوريه. اوكي وبعدين البقدونس. احنا مش لازم نحط البقدونس كله. كتير قوي كمان. اوكي وبعدين جبنه مبشوره. اوكي مش لازم برضو كله، ممكن بعد كده نحط على الوش. اوكي جبنه مثلثات. اوكي ثم وبعدين بصل وتونه. وبابريكا برضو؟ لا كركم بس. كركم والملح والفلفل على حسب بقى الرغبه عشان في جبنه. صح كده؟ صح. يلا اقلب لك.
بليز ميرسي. فكرينا بقى كده اوكي من الاول ايه الحاجات الحلوه اللي حطيناها هنا. كده حطينا البيض مع البطاطس بيوريه مع البقدونس مع البصل مع التونه والكركم مع بعض. شفتي كده خلاص؟ قلنا هنقعد نضرب بايدينا هنقعد ساعة. لا هي كده سريعة. عايزة تحطي حاجة تانية؟ عايزة تزودي حاجة؟ لا خلاص هي كده حلوة قوي. حلوة قوي. ثانية واحدة بقى عشان انت ايه براحتي السباتيول بتاعي. اوكي. ايوه لا الاورنج. ايوه اوكي. يلا هنحطه كله في طبق. في الطبق؟ طبق بتاع فرن. او طاجن اللي عندكم يعني استخدموه. الاسهل عندكم استخدموه. وهنغرقها من فوق بالجبنة المبشورة. المبشورة اهي وجبنة مبشورة عشان تعمل الوش بتاعها جراتان. يلا حطينا الجبنة. تخش الفرن تقعد قد ايه دي؟ كل حاجة فيها مستوية. يعني تقعد كده حوالي 20 دقيقة بس. ده بالكتير يتهيألي. بالكتير. الفراخ بتاعتنا. الفراخ دي بتخش الفرن؟ لا خلاص هي كده خلاص. اوكي بس هي لسه ما استوتش. بتقعد وقت شويه. ولا استوت ولا ايه؟ لسه شويه. هنسيبها ونروح ونجيلها. اهي المعقوده خلاص. خلاص المعقوده؟ ايوه. اتعقدت؟ اتعقدت. تخش الفرن قد ايه قلتي؟ 20 دقيقة بالكتير. دقيقة في درجة حرارة متوسطة؟ 160. 160. طيب احنا الفراخ بتاعتنا لسه ما استويتش واحنا عايزين نسوي. احنا ايه؟ ممكن نحط الفلفل والبطاطس دلوقتي؟ لا لا خليها خليها. احنا عايزينها تستوي. أوكي. تماما ونوريها للناس. فخلينا نسمع اغنية. بس بعد الاغنية مش هناخد فاصل. هنرجع نشوف اخبار الفراخ ايه ونحط عليها بقية المكونات. وخلينا دلوقتي نسمع كنت فين للعندليب عبد الحليم حافظ بصوت عندليب الشارح حسام حسني. ونرجع لكم مش هناخد فاصل. هنرجع مره تانيه نكمل طبيخ الدبابيس بالمكرونه. مزيكا. جيتلي منين والايام دي كانت غايبه عني فين؟ كنت فين وانا فين؟ جيتلي منين والايام دي كانت غايبه عني فين؟ نظره عين فايته القلب وفي جرحين من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبي. كنت فين قلبي وقلبك كانوا بعيد عمري ما كان بينهم مواعيد. قلبي وقلبك كانوا بعيد عمري ما كان بينهم مواعيد. يوم ما قابلتك كان يوم بعيد شفت انا حلمه من سنتين وكلام ساعتين فات في دقيقتين وقالوا نبتين قلبي نوره حين. فين كنت فين وانا فين جيتلي منين والايام دي كانت غايبه عني فين؟ كنت فين وانا فين جيتلي منين والايام دي كانت غايبه عني فين؟ نظرة عين فايتة القلب وفي جرحين من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبين. كنت فين قلبي وقلبك كانوا بعيد عمري ما كان بينهم مواعيد. قلبي وقلبك كانوا بعيد عمري ما كان بينهم مواعيد.
اليوم عيد شفت انا حلمه من سنتين وكلام ساعتين فات في دقيقتين ولونه فين قلبي نور وحين فين كنت فين وانا فين جيتلي منين والايام دي كانت غايبه عني فين كنت فين وانا فين جيتلي منين والايام دي كانت غايبه عني فين نظرة عين فايت القلب وفي جرحين من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبين كنت فين أول مرة قابلت هواك كنت نسيت كلمة وياك أول مرة قابلت هواك كنت نسيت كلمة وياك أنا دلوقتي شايفها معاك أنا دلوقتي شايفها معاك هتقولها لي امتى وفين وكلام ساعتين فات في دقيقتين ولونه فين قلبي نور وحين فين كنت فين وانا فين جيتلي منين والايام دي كانت غايبه عني فين كنت فين وانا فين جيتلي منين والايام دي كانت غايبه عني فين نظرة عين فايت القلب وفي جرحين من حلاوتهم قلت يا ريت كان لي قلبين كنت فين كنت فين كنت فين كنت فين الله 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 يا عزام يا قمر. طيب هننزل دلوقتي نكمل مع بعض الفراخ مع انيسه بس لغايه المنزل يا انيسه. ايوه قول لنا مقادير الفراخ والمكرونه مره ثانيه. طلعي الكيو كارد ونزلوا لنا المقادير على الشاشه. مقادير الفراخ بالمكرونه بالصلصه اول طبق عملناه الفراخ لسه بتستوي هننزل نحط عليها المكرونه. نزلوا لنا المقادير اتفضلي. اوكي يلا. مكرونه بالدجاج 500 جرام مكرونه ربع كوب زيت 8 ملاعق صلصه طماطم 2 معلقه كبار ثوم 5 دبابيس فراخ 3 ورقات لورا معلقه كبيره كزبره ناشفه معلقه كبيره بابريكا ملح وفلفل ثمره بطاطس 2 ثمره فلفل اخضر. برافو برافو برافو. قلنا المقادير مره ثانيه بس بتقولوا لي احنا شلتوها. قلت المقادير شطوها. طيب هنا اهو عندنا الفراخ استوت. ايوه الله 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 هننزل عليها. اوكي البطاطس من غير ميتها؟ لا لا من غير ميه. دي بطاطس نيه؟ اه. اوكي هتقعد شويه عشان تستوي. اه اوكي. طب ليه ما احتمش في الاول؟ لا احنا بنحطها في الاخر. والله؟ اه اوكي اوكي. ادي البطاطس ننزل معاها الفلفل والمكرونه. لا المكرون في الاخر. احنا يعني بطريقتنا احنا بناخد المكرونه في بوله ونحط فوقيها. هي نيه ولا مستويه؟ لا مستويه سلقتها خلاص. اوكي فلو اتحط دلوقتي هتعجن. اه صح. احنا بناخد المكرونه في بوله كبيره ونحط عليها الصوص. اه دي خلاص خلصت. احنا هنستنى دي بقى البطاطس بتاعتها تستوي معاها ونروح حاطين كل ده فينو مع بعض. طب احنا لغايه دلوقتي عملنا ايه وايه؟ عملنا مكرونه بالدجاج وعملنا المعقوده اللي هي البطاطس والتونه والمقدونس والبيض. اوكي ناقص لنا ايه؟ دلوقتي هنعمل الميلفي. الميلفي هنعملها بعد الفاصل. فاصل نرجع لكم وخليكم معانا لو سمحتوا. الله 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 على الطبق الحلو اللي هنعمله دلوقتي وهيعجبكم قوي وسهل جدا 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 وينفع يتعمل في عزومات. ازيك يا انيسه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ ميلفاي بزبادي مراعي التوت. طيب هنا الميلفاي انت جايباه جاهز؟
جبت الباباسري قطعناها نصين ودخلناها الفرن. ودخلتيها الفرن. طيب اول ما نقول منتجات المراعي هنقول اعلى جوده، وطبعا زبادي المراعي مصنوع من البان بجوده عاليه جدا بدون مواد حافظه او الوان صناعيه، وعشان كده طعمها بيكون مظبوط. عندنا زبادي الساده بيكون 100% طبيعي وبدون مواد حافظه، قوامه بيكون ناعم وكريمي بدون شرش، طعمه مظبوط ومصنوع زي ما قلنا من اعلى واجود انواع اللبن. طيب عندنا بقى زبادي المراعي اللي بالفاكهه، اعلى جوده، قطع فاكهه بتكون حقيقيه، مفيش اي نكهات ولا مواد حافظه، قوامه بيكون ناعم وكريمي وغني. والنهارده احنا اخترنا مع انيسه نعمل او نستخدم زبادي المراعي بقطع التوت، كمان عندنا زبادي المراعي بقطع الفراوله وقطع الخوخ وقطع المانجا، وفي الحقيقه بنعمل وصفات مختلفه جدا، ما بقاش الزبادي ان هو هنشتري زبادي ولا ناكله بس كده، لا ممكن ندخله في اكلات حلو وحادق وحاجات مختلفه جدا جدا. دلوقتي هنعمل لكم الملفي بزبادي بالكاستر ومعاه زبادي مراعي بقطع التوت، وقول لنا المقادير. اوكي، ميلفوي بزبادي توت المراعي، 5 قطع عجين باف باستري، 2 علبة زبادي توت المراعي، 4 ملاعق نشا، 1/2 لتر لبن، 4 ملاعق سكر، وللتزيين صوص التوت. اوكي. اوكي. يلا. معلش ولا يهمك. سيبي 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 سيبي. يلا. انت قولي لنا كده، عندنا هنا اللبن سخن هنحط عليه ايه؟ هنحط عليه 2 زبادي مراعي توت. اوكي، بصوا بقى لما تفتحوا الزبادي وتيجوا تاكلوا بالهنا والشفاء او هتحطوه على حاجه، تخلوا بالكم ان القطع بتبقى تحت، فلازم يتقلب كويس وتتاكدوا ان الحاجات كلها نزلت. اوكي، قطع التوت الطبيعي اهو، بصوا اهو 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 قطع التوت الطبيعي وكل الفاكهه في زبادي المراعي، مش هسيب ولا حته، وبيعمل ريحه تجنن. خلاص اهو اول علبه، نفتح العلبه الثانيه، وهننزل كل الزبادي بالتوت اهو، قطع التوت زي ما انتم شايفينها تجنن. هتقلبيها بقى لغايه ما يحصل ايه؟ نزود عليها السكر. طيب يلا، ادي السكر بتاعنا. اوكي، وبعدين هنقلبها. وهتحطي نشا بعد كده؟ هنحط النشا لغايه ما يتقل ويبقى هيتقل كاستر. كاستر صح كده؟ معلقتين نشا. معلقتين؟ معلقتين كبار ولا صغيرين؟ كبار. معلقتين كبار يعني 4 معالق صغيرين. ادي 1 2 3 معلقتين كبار او 4 صغيرين. ونقعد، هيبقى لونه روز. اوكي، سيبيني بقى اقلب واري للناس كده. اوكي اوكي، وري لهم ده ايه عملتيه ازاي. امسكي امسكي واحده في ايديكي كده، اوكي ده ما تنفعش فوق، خليها عند الطبق. اوكي، أيوة ده الباف باستري. الحته بتبقى مربعه، قسمناها نصين ودخلناها الفرن هتبقى كده يعني اوكي مستطيله شويه. ممكن بقى يعملوه بالملفي، ممكن يعملوه بالورق بتاع الجلاش، ممكن يعملوه بالورق بتاع سبرينج رولز، ممكن يعملوه في كذا حاجه. في كذا حاجه. هنقعد نقلب ده لغايه لما هيتقل. اوكي، بعد كده هاتي بقى السكينه ووريهم هتعمل ايه. ده هيقعد نقلبه لغايه ما يتقل، المفروض نسيبه يبرد ولا نحطه وهو سخن؟ إيه لا، يبرد شويه. اوكي، بصوا دي بتقسمها اهي، نقسمها كده. اوكي اوكي، وبعدين ابتدى يتقل ده، ما هيبتدي يتقل. بصوا اهي دي تقلت خالص، هاتوها لي بقى كده اهي، تقلت خالص اهي، هنشيلها من على النار اهي، هنسيبها تبرد وانا هجيب من الثلاجه البارد اللي جاهز. واو، هو معانا طبق للغرف اهو، وهنزوقه وهنعمل حاجات لذيذه قوي اهو. اوكي، ده البارد اللي معانا، نحط كده، نحط بقى ايه من الكاستر ده، نروح قافلينه. اوكي، اقفليها اهي، وهنا في صوص
لو عندكم اوكي صوص ده صوص توت صح؟ اه صوص التوت بتاعنا نحطها كده اهو يا سلام اكله حلوه قوي يبقى عندنا عزومه نعقد الناس حاطه لكم كده قدام اهي وهاتوها لنا اهي لسه معموله قدامكم حالا طازه شكرا 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 انيزه شرفتينا ونورتينا كالعاده احكي الناس عملنا ايه النهارده النهارده عملنا الاول النهارده عملنا مكرونه بالفراخ مكرونه بصوص حمرا وفراخ وعليها بطاطس وفلفل وعملنا معقوده اللي هي البطاطس البيوريه معها التونه طلعتها لك ايه من الفرن هنشوفها بعد ما نشوف ده وحلينا بميلفي زبادي المراعي بقطع التوت الله عليك هاتولي بقى الطبق اللي لسه مطلعه من الفرن شفتوا الحلاوه يجنن بالهنا والشفاء بشكرك عايشة. شكرا ليكي وخلونا نروح للاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب خليكم على سماحة ميت هتسيتي مين يسمع عامل ايه فستان رائع مامتي اللي جايبه لي هديه بجد يس بس حلو قوي نحب نشكرها على الفستان هي كانت بتشتري حاجات ولقيته مناسب ليا فجابته حلو حلاوه مش عارفه القماش ده كله متفرغ متفرغ كده اهو كده ما هو بص هتلاقي في حتت هنا بص هنا ده هنا كله لا هو مش ده بس يا حبيبتي هو اللي في النص ده مش دانتال لا مش بتكلم على الدانتال ده مش دانتال اصلا ده انكليش تي لا ما تتعبنيش بقى في اسامي القماش هو ده متفرغ كل اللي في النص ده ايوه اسمه ايه هنقولها مع بعض لا ما لا 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 استني بس دايما هي منى الترابيش اي حاجه في الاول لا وبعدين ايه تقولك ناخد برضو معلومه انكليش تي انكليستي لا من غير ما تتريق عليا يا حاجه دي مش كلمه فرنسيه ومصطلح اكيد باينه انها فرنسيه قوليها تاني انكليستي مش من كده لا لازم هي فرنش لازم انكليستي انكليستي خلاص مبسوط عشان لما تسافري هناك مش هقول لهم انا عارفه القماش ده ايه هو لا 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 انا احب المصريين لما يروحوا اي حته يبقوا بيتكلموا والناس تنبهر مش لازم عن القماش ممكن احكي لك كل حاجات لا كل حاجه بصي انا اروح بره اعمل لهم حاله ابهار اللي هو انتوا ازاي كده يعني بيقولوا علينا انتوا كلكم كده انتوا ايه كميه المعلومات واللغات والنطق واللبس ايه وانت تستاهلي تبقي كده ميرسي يا عمر قوليها بقى كده نسيتها انا عارف بس انكليستي احرجتني عشان انا شاطره لا القعده معاكي حلوه قوي يا حاج كرمش عايزه تقولي ايه النهارده بقى؟ هحكي لك حواديت يلا بينا بص بقى مش احنا دايما بنقول ايه؟ يقتل القتيل ويمشي في جنازته منين بقى؟ منين جه المثل ده؟ المثل ده كان من الامثال اللي ظهرت وانتشرت من بعد العصر المملوكي بشكل كبير جدا لانه في فتره في فتره حكم المماليك خصوصا فتره ناصر قلاوون كان فيها الاقتتال ما بين المماليك كبير جدا كانوا بمؤامرات ان هم يخلصوا على بعض يعني ولما كان حد بيغتالوه او بيقتلوه او كده كانوا علشان قال يعني فهم يعملوا تمويه يقوموا عاملين له جنازه مهيبه ويمشوا كلهم في الجنازه بتاعته وفاهم فطبعا المصريين اذكياء جدا يعني شعب فهم عارفين ان انت اللي موت ده وعامل له الجنازه الفظيعه دي وماشيين فيها فطلعوا المثل بتاع يقتل القتيل ويمشي في جنازته وانتشر المثل من بعدها على اي حد هو اللي بيعمل المصيبه ويمشي بقى كانه ما فيش حاجه حصلت انه يقتل القتيل ويمشي في جنازته. يا ساتر يا رب. شوف ده انا لسه اقول لك حته عمرك فكرتي تقتلي حد؟ اقتل؟ لا اصل انا مش يعني تاني هرجع اقول لك انا مش بتاعه انتقام انا بسيبه. لا انا مش متخيل ازاي ممكن حد بس هقول لك حاجه بقى عشان انت يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليني أبقى بهذه الشراسة العنف. يعني أي حاجة تتعلق بجميلة طبعا دي ما فيهاش لا هو أنا مش قادر أستوعب إزاي ممكن حد يقتل حد يعني
قاصد اللي هو مع سبق الاصرار والترصد اللي هو قاعد ماسك السكينه او في جيب المسدس، ازاي حد ممكن يجي له غرام الافاعي؟ يعني كده يعني اللي هو لا انا 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 شخصيا ما اقدرش اقتل حد، ما اقدرش اقتل نفس. لا هي ده انا الحشرات بتضايق ان انا اقتلها. ده بجد. وساعات على فكره بقول ايه، انا مش عايز اكل لحمه بس جميل. بعد جميله بتطلع لي بس بعد كده بقول حاجه، هو ربنا حللها لي. ايوه فعشان ربنا حللها لي فانا مطمئن ان انا باكلها، بس ساعات بيجي لي الهسهس ده. انت عارف انه جميله مره زمان وهي صغيره هي كل شويه بتطلع لي الطلعه بتاعت ان هي هتبقى فيجيتيريان بقى ومش هتاكل تاني لحمه وبتاع والكلام ده. مره وهي صغيره كده كانت شافت في العيد، شافت الذبح والحاجات دي وقعدت بقى وازاي ولا وما ينفعش وليه وكائنات جميله. قلت لها، فقعدت بقى اشرح فكره بقى ان هي اللايف سايكل بقى او اللي هي دوره الحياه اللي ربنا خلقها لنا، وانه الحشرات وبعدين الحيوانات. لا وفي العيد والعيد برضه في احنا بنفدي، واحنا لما بنموت ايه اللي بيحصل؟ لا وفي العيد برضه لازم يبقى فاهمين لان في قصه ورا ان احنا بنذبح في العيد. بس ده انا بتكلم على قصه الفيجيتيريان بقى، احنا اصلا من بابه خالص نقفل الباب ده بتاع ان احنا نقفل. هو هي ليها دورة حياة معينة، كلنا بنتغذى على بعض، يعني حتى احنا الانسان لما بيموت بيتغذى عليه الدود، والدود للارض، والارض للزرع، والزرع للحيوانات، يعني هي لا وبعدين دورة ساعات حياة معينة. ساعات لما اقرر اقول ان مثلا هبقى نباتي، في بقى حاجات كده البسطرمة مثلا انا بموت فيها. جميلة بدي البسطرمة ده بالليل، عارف بتاع الساعة 1 2 ده وانت مش عارف تعمل ايه في حياتك، تقوم قايم عامل بيض بالبسطرمة. لا بصي بقى يقلب ريحة البيت. لا بصي انا هقول لك انا باكل البسطرمة ازاي. انا بحب البسطرمة رغم انها غالي زيادة عن اللزوم، بس يعني انا اكلها ساعات. انجر بطاطس محمرة احنا بنعملها ترانشات كده، بيعملوها عندنا في البيت تحفة بصراحة. انا مش مؤمن مدمنها. عندنا في البيت بيعملوها، مش عارف ازاي بيعملوها غير اي حد. وتروحي بقى مقطعه البسطرمه قطع، وتروحي جايبه حتتين بطاطس بنقطعها ترانشات كبيره، تتفسي البسطرمه بين قطعتين زي بطاطس زي ساندويتش وجنبيكي شويه طحينه او بابا غنوج، وتروحي مسقساهم وواكله مع بصل اخضر. هموت من الجوع دلوقتي حالا. ايه ده أنا. ايه ده بس دي جديده. بصي بقى جربوا يا جماعه اللي انا بقوله ده، وصفات شريف بتاعت اخر الليل عظيمه. طب انا هقول لك حاجه، انت جعانه؟ لا بص هو عمل ازاي اصلا، بصي وهو بيحكي لك هقول لك حاجه. هقول لك انت اكلت ولا ايه؟ طب بقول لك ايه، انت الفطير المشلتت جربتي تاكليه البسطرمه؟ لا انا حاسه ان انت بتستخدم الفطير المشلتت بشكل مختلف. انا بحب الفطير المشلتت. هاتي بقى الفطير المشلتت واقسميها كده سمبوكسه ماشي، وخدي حطي فيها حته بسطرمه. لا 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 ما تلفيهاش، حطي فيها السمبوكسه دي جوه، انت عارفه بيبقى كده مورق، حطي في نصه بسطرمه ودخليه الميكرويف 30 ثانيه. الله وطلعيه خلاص بقى، عشان انا دلوقتي يعني فاهم شم ريحته وهو طالع وسايح كده. وممكن برضه في الفطير المشلتت خلاص بقى. لا 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 استني، هتقعد تكلمني على الاكل وافضل اجوع؟ لا استني، انا هموت من الجوع اصلا دلوقتي. برضه الفطير المشلتت برضه ممكن تجيبيه وتفتحيه كده من النص وتحطي ايه بقى فيه، شويه قشطه الله وشويه عسل اسود، عسل بقى داخلي الميكرويف 30 ثانيه يلي وي. لا تقولي لي الحاجات بتاعت بره دي، الكرواسون والباتيه والحاجات بتاعتهم دي. بس هو الفطير المشلتت بالحاجات دي. يا الله صور الفطير المشلتت ده حوار برضه. مين حوار الفطير المشلتت؟ نعمه من ربنا ده، احنا اكلنا تحفه بصراحه. خش على اللي بعده، انا جعت بجد مش قادر. بص يا سيدي، في مثل هو مش مشهور، مش مشهور متداول انه بيتقال يعني، بس هو مثل مهم لان هو بيتكلم على حاجه مهمه جدا. المثل بيقول ابليس قال لابنه عملت ايه؟ قال له بس تعتعت الوتد. وات؟ هحكي لك بقى، ما انا عارفه ان هي جايه بعديها وات على طول. بص يا سيدي، هو ابليس مش مخلف اصلا. ما احنا بقى تاني هنرجع تاني بقى نبوظ تاني الامثال. يا خلاص احنا اتفق، الامثال بنقولها علشان ندي حكمه، مش واقعيه، مش صح. حاجه أساطير لازم تبقى اساطير يا اولاد. ايوه يعني هو المهم ان هو في حكمه هتتقال في الاخر. قول لنا. بص بقى الحدوته بتقول ايه، انه ابليس كان عايش مع ولاده في مكان، وهيمشي من المكان ده يروح لمكان تاني، فواحد من ولاد ابليس شاف خيمه وهم ماشيين في الطريق، فحلف وقرر ان هو يوري الخيمه دي اللي ما حدش شافه،
دخل يبص الخيمة فيها إيه؟ لقى الخيمة دي فيها بقرة مربوطة في وتد، وقاعدة قدامها ست بتحلب البقرة. فابن إبليس اللي كل اللي عمله تعتع الوتد، حرك الوتد من مكانه. لما الوتد اتحرك البقرة حست بأنه في إيه؟ حركة. حركة. فالبقرة لما يحس إن هي في حركة، خصوصا إنه حد بيحلبها، تبدأ تثور، يعني تبدأ بقى تتحرك بشكل هستيري وهمجي. فالبقرة قامت قلبة اللبن اللي الست كانت بتحلبه، ورفصت ابن الست اللي كانت حطاه جراله ايه؟ جنبها. الستات طبعا في الأرياف بيحطوا ولادهم الصغيرين الرضع جنبهم وهي بتحلب البقرة وهي بتعمل الأرض، فحط ابنها جنبها. فالبقرة لما اتحركت دهست ابنها، موتته. لما شافت الست ابنها وهو ميت من البقرة، قامت قايمة ضربة البقرة ضرب عنيف جدا، ومسكت السكينة وقعدت تطعن في البقرة. فدخلت جوزها اللي لقى ابنه مدهوس والبقرة ميتة، مسك مراته رنها علقت موت. خرجت هربانة على بيت أهلها، أهلها جم ضربوه، أهله قامت الخناقة ما بين العيلتين ومات فيها ناس كتير. إبليس وقف سأل ابنه وقال له أنت عملت إيه؟ قال له أنا بس تعتعت الوتد. إبليس. طيب. شوفوا بقى بيعمل معانا إيه؟ ليه بقى المثل ده؟ أو إمتى بيتقال المثل ده؟ المثل ده طبعًا بيتقال في الأرياف أو في الصعيد بنسبة أكبر. طب ليه بيتقال؟ لأنه في ناس بتعمل حاجات قصدة الخراب بحاجة صغيرة، يعني ممكن أخش مثلًا على ناس علاقتهم كويسة، سواء بقى أهل، إخوات، متجوزين، وأرملهم كلمة. الكلمة دي ما تنايمهمش، وتقوم حرب ما بين الاتنين، وتخرب العلاقة ما بينهم، وتخلي الناس تقوم على بعضها. ده في حروب بتقوم بسبب كلمة اتقالت، بسبب حركة صغيرة اتعملت. احنا ما بيني وما بينك ده واحنا متفقين ان انت ما تاخدوش، اول ما انت تيجي بس تقول ده انا حركت الكنكة، ما عملتش حاجة. الكنكة اللي انت حركتها دي قومت حرب، مات فيها بشر، خراب، ناس سابت بعضها. ففي ناس بتبقى مؤذية وعندها قدر من الذكاء المؤذي جدا جدا، زيهم زي إبليس اللي يعملوا حركة صغيرة قد كده. هو عمل ايه؟ تعتع الوتد، زعزع الوتد، شد الوتد من مكانه. هو عمل حركة، بس الحركة دي بص بقى، ابن مات وبقرة ماتت وست وعيلتين وبيت اتخرب وناس ماتت من حاجة صغيرة قد كده. فممكن حد يجي يقول لك كلمة واحدة تخرب بيوت. صح. حركة واحدة تقوم حرب. فدايما ما تستهونوش بالحاجة الصغيرة، خصوصا الناس المؤذية ممكن تعمل حاجة واحدة قد كده تخرب لك الدنيا كلها. فدايما نحاول نحكم عقلنا. بيتقال المثل ده امتى؟ لما يحصل حاجة تبقى من حاجة صغيرة جدا بدأت خراب كبير. الخراب الكبير بدأ من الحاجة الصغيرة دي. فقبل ما تاخدوا رد فعل، حاولوا ان انتوا تحكموا عقلكم وقت قصير جدا عشان تعرفوا الشخص او الحاجة اللي اتعملت دي اتعملت بهدف ايه. عارفة بمناسبة الحروب والحاجات دي، نفسي اغنام وافتح اصحى الاقي كل الاسلحة، كل الاسلحة تاخدت اللي على الكوكب مش موجودة، تلاشت مش موجودة. هيعملوا؟ لا، ما هو مش هيعملوا بقى ان شاء الله. حبيبي قبل ما يبقى فيه أسلحة كانوا بياخدوا الشجر وبيعملوها وبيعملوا منها رماح وبيعملوا مفيش. دي طبيعة البشر، طبيعة البشر، ربنا خلقهم كده، خلقهم في منهم الكويس وفي الوحش. ربنا في يحفظنا من ويلات الحروب ويحفظ بلدنا يا رب. خش على اللي بعده. بعده بقى ستي نوجة قالت لي يلا عندنا وقت ولا هقول اتنين؟ يعني هتقول اتنين برضو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي. مدام نسيت ماضيك خسارة العتاب فيك. طبعا أنا معاكي جدا. من خرج شبه من خرج من داره تقلي مقداره شوية يعني. يعني لا مش شبه، بس لا اللي بينسى ماضيه وبالذات بقى اللي هو بقى مثلا معاه فلوس قرشين وراح سكن في حته تانية ونسي الحته الاصليه اللي متربي فيها، وجيرانه الحلوين الطيبين اللي في يوم من الايام كانوا معاه واكلوه ودلعوه وذاكروا معاه، وراح نسي كل ده. عارف بقى المشكله في ايه؟ ده قليل الاصل. لا مش بس كده،
يعني يا ريته بينسى مثلا الناس. ده في ناس بتاخد الوحش وتحطه في مكان تاني. يعني مثلا انت لو كنت في مكان مثلا في حاجات حلوة وحاجات وحشة زي اي مكان في العالم، وبعدين اترقيت بقيت في مكان احسن، بقى معاك شوية فلوس اكتر بتاع، مش بتاخد الصفات الكويسة بقى اللي في المكان اللي انت كنت فيه، لا انت بتاخد الحاجات الوحشة وبتحطها. ما هو وحش في المكان أصلاً ده اصلا، هو وحش. ما هي ما هو ده، ده قليل الاصل. قليل الاصل طبعا، ما قليل الاصل ده لا تعاتبه ولا ده صحيح. اللي بعده ولا تيجي جنبه، مش عارفة ده هينفع نقوله ولا ايه، بس يعني ان شاء الله يبقى هينفع. هو منتشر، ما انا هقول لك بقى. ومعايا خد من الزرايب ولا تاخدش من القرايب. ايه المشكلة في ده؟ يعني في ناس تقول لك بقى كده عشان زريبة؟ وعيب يعني وكده. بس انا هقول لكم ليه، لانه كان في طبعا احنا اساسا عندنا في ثقافتنا جواز القرايب بشكل كبير، خصوصا في الصعيد وفي الريف، لاسباب كتيره. ممكن يبقى اسباب ليها علاقه بقى بالعائلات، هي هو سبب واحد بس، عشان الورث للاسف. لا، وفي ناس يقول لك هي العيله ما تخرجش من بعضها، ايا كان يعني. فده عكس بقى الكلام ده تماما، يقول لك لا خد من الزرايب ولا تاخدش من القرايب. ما تاخدش من القرايب لاسباب كتير، لما بيحصل خلاف في اوقات كتير العيلتين ممكن يخسروا بعض تماما، ممكن يبقى فيه طبعا حاجات بقى ليها علاقه بالجينات والولاد والمش عارفه ايه والعيوب اللي ممكن تحصل عند الولاد، فيقول لك لا دايما، زي مثلا اللي تحبه لا تشاركه ولا تناسبه. طبعا طبعا أنا برضه ولا تسلفه. اسمعي كلامي، جزمه وجعاني قوي. بتلبس ليه حاجه مش مقاسك؟ صغير صغرت ولا انت اللي رجلك كبرت؟ بتقول الحقيقه. الجزمه دي جات لي هديه وماركه مهمه جدا، ومش شايل فولاذ، مش عارف امشي بيها. بس انا اسالك سؤال، هي مش دي بتاعت مشي؟ هي دي بتاعت ايه؟ حاجه؟ لا ما هو مش هينفع اجيبها من تحت عشان ما يصحش، بس انا نفسي اللي اخترعها يعني اللي اخترعها ليه في حفره في النص؟ لا ما عشان دي مش بتاعت خروج. ما دي بتاعت ايه؟ ما هو انا مش عارفه برضه عشان ما افتيش، بس هي بتاعت كوره يا بتاعت مشي. انت مستوعب انا مش عارفه امشي بيها؟ انا كنت هقع مرتين النهارده. ما تلبسهاش. ليه هنا في ده؟ طب خش دور عشان دي بتاعت حاجه. يعني ليه اللي اخترعها الديزاينر مع كامل احترامي لي، ليه حضرتك عامل الحاجات دي؟ ما تكسفناش ليه؟ عشان واضح ان هي مش جزمه بقى خروج. هي بقى هي مش جزمه خروج؟ لا انه نخش ندور عليها. خروج؟ لا يا ايهاب، لا والله المخرمه دي مش خروج. لا اصلا مش طبيعي. وبعدين مش عارف وانا ماشي، مش عارفه عشان لا هو مش متزن يا با. مش انا مش ممكن. متزن وانا ماشي اولا كنت هقع كذا، لان انا كمان شفتها انها في النص فيها خروم كده اهو، فاللي هو حاسس فانت بقيت قلقان. ايوه اتكعبلت كذا مره كمان. خلاص عرفت بقى ما تلبسهاش. بيعملوا حاجات مالها الجزمه المفروض تبقى من تحت يعني مالها حته واحده. والله العظيم جميله. ما انا معايا جوه، ما انا باجي بيها، بس مؤمن مش راضي يخليني اصور بيها. مؤمن ليه؟ مؤمن تخليه يصور. دي جميله البلغة. فيها ايه؟ انا مش قادر افهم يعني. عقدتوني. شكرا يا نيسا، شرفتينا ونورتينا. وبعد كده نجي لكم مع محمد حلمي وسيف الخولي، مصممين الازياء اللي عاملين حاجات حلوه قوي. بشكر نسمة. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف.
السنتين ثلاثة الأخرانيين ابتدى نلاقي ديزاينرز ومصنعين شباب صغيرين في السن، ممكن بعضهم لسه في الجامعة، وعاملين تحدي حلو قوي، إنهم عاملين صناعة مصرية حلوة، خامات حلوة، أسعار حلوة لسنهم، واللي أكبر منهم برضه ممكن يلبسوا الحاجات دي، مش هيقولوا لأ يعني، وبيشجعوا بعض كلهم، ودي بالنسبة لي برضه حاجة مهمة. وتلاقي بس في البازارات في المحلات بتاعتهم كلهم نفس السن اللي هو ثانوي وجامعة، واللبس اللي هما بيلبسوه لما بسافر بره بلاقي اللي قدهم لابسين، فهقول هما ماشيين على الترند العالمي او الموضه العالميه. تعالوا بقى نتعرف على الاثنين شباب اللي معانا النهارده. منورني استاذ سيف الخولي، اهلا يا سيف. واستاذ محمد حلمي، اهلا يا استاذ محمد، منورنا ومشرفنا. مين الاكبر؟ حلمي. انا الاكبر. طب هبتدي بالاصغر. سيف، احكي لنا كده، انت درست ايه ولا لسه بتدرس؟ انا خلاص انا بتخرج، كنت بدرس بزنس ماركتنج. اوكي. في الاكاديميه. اوكي. وبتتخرج خلاص. اه. طيب وحضرتك؟ انا بدرس بزنس انفورميشن سيستم برضه في الاكاديميه. اوكي. خلصت ولا لسه؟ يعني خلاص فاضل لي امتحانات دي وخلاص اخلص ان شاء الله. خلاص؟ اه. النهارده عيد ميلادك؟ اه النهارده عيد ميلادك. كل سنه وانت طيب. هابي بيرث داي. بقى عندك كام سنه؟ دلوقتي 22 في اللحظه دي يعني. في هذه اللحظه. في هذه اللحظه. 22 سنه. اه. يا رب سنه تبقى كلها وكل السنين اللي جايه تبقى خير ورزق وسعاده وكل حاجه. يا رب ان شاء الله. سيف احكي لي، بداتوا انتوا صحاب قرايب اخوات ايه؟ احنا نعرف بعض بقالنا 5 سنين مثلا. ايه اللي عرفكم على بعض؟ صحاب مدرسه. صحاب مدرسه؟ يعني مواد في مدرسه؟ لا ما كناش مع بعض. اه. بس كان في بينا يعني ميوتشوال فريندز. اه صحاب مشتركه. آه. من المدرسه. بالظبط. اوكي بعدين؟ فاحنا كنا مسافرين من اسكندريه، فاحنا رايحين انا عرفت ان حلمي يعني بياخد جينز مثلا من عنده في البيت ويقطعه ويروح عند الترزي يقول له حط لي دي على دي، حط لي دي على دي، لحد ما يطلع جينز. وانا برسم من وانا صغير. فكنت بقعد اشخبط كده اللي هو تصميمات وبتاع، فقلت له طب بقول لك انا هرسم ديزاين وروح انت قفله، يعني قفله انت عند الترزي ونشوف. اوكي. بس فقفله. عمل كده. قفله عند الترزي بس، واحنا بقى راجعين من السفريه دي واحنا في العربيه، رحت قايل له طب بقول لك ايه، ما يلا نعمل براند. قال لي يلا. ده من قد ايه الكلام ده؟ الكلام ده من بالظبط 10 شهور او 11 شهر. ما بقالكمش سنه. لا. وعاملين الحاجات الحلوه دي؟ طيب حلمي احكي لي، انت كنت بتاخد البنطلونات بتاعتك تقصقصها وتنزل تروح عند اونكل الترزي تقول له ايه ركب لي ده على ده وده، طبعا كان بيقول عليك في الغالب ان انت ايه مجنون. اه. ما كانش بيبقى مقتنع باللي هو بيعمله، بس مش مشكله. في الاخر واضح ان الحاجات دي كانت حلوه قوي ومختلفه. عشان كده اصحابك منهم سيف قال لك يلا نعمل براند. فكره ان انت تقعد تقطع في البنطلونات وتنزل وتدور وتروح عند ترزي ايه؟ كنت بحب بصراحه ان انا يكون الجينز بتاعي مثلا حد يوقفني يقول لي انت جايبه منين؟ عامله فين مثلا؟ كان بيجي لي كومنتس كتير قوي بصراحه. ناس كتير بتسالني مثلا بتقول لي مثلا البنطلون ده حلو قوي، فانا كنت بحب برده مش من ناحيه يعني هيك كان من ناحيه اختلاف وكده، بس مثلا بيبقى وانا قاعد ممكن قبل ما انام مثلا يجي مثلا اوتفيت في دماغي معين. الوحي بقى. اه. يجي مثلا في دماغي والله مثلا اللي هو ايه ده، طب ما انا عايز البس مثلا حاجه يكون فيها لون مثلا كذا، طب انا ما عنديش جينز كده هلاقيه فين؟ فاقول مثلا طب انا ممكن انزل اعمله. بس كنت بنزل. اهلك كان موقفهم ايه؟ لا اهلي ما كانوش بيركزوا معايا في الحوار ده بصراحه، يعني ما كانوش بيركزوا قوي في الفكره دي. بس هي مثلا حاجه كويسه ولا مش كويسه انهم مش بيركزوا بصراحه؟ والله هم هي حاجه كويسه ومش يعني لا هي كويسه. لا قول الحق. لا حاجه كويسه ومش كويسه، بس هي الكويسه ايه الكويس اللي فيها؟ بيدوني اريحيه شويه. اللي مش كويسه ايه؟ ان هم انت عايزهم يبقوا حاسين باللي انت بتعمله ويبتدوا يقول لك الله ايه ده عملته ازاي مثلا. اه. ده ما حصلش؟ مش دايما، مش كل حاجه. انا بلومهم بصراحه. انا اسف طبعا. لا لا بس يعني ابنكم فنان، فانتوا ازاي ما حسيتوش ان هو فنان وبينزل ياخد البنطلونات بتاعته ويروح ويقطع ويعمل وعند الترزي ويرجع بفكره جديده؟ ده اللي خليت صحابه يعني صحابه اخدوا بالهم وانتوا ما خدتوش بالهم، اوعوا يزعلوا مني. لا لا بس اقول الحق عشان كل الاهالي، خدوا بالكم ان مولادكم يبقى عندهم موهبه او بيعملوا حاجه حلوه لازم نقف نبقى ظهر ليهم ونشجعهم على ده مع اصحابهم، بس البيت الاول اوعوا يزعلوا مني. لا لا يوم عيد ميلادك مش انا بقول الحق. لا لا طيب بعدين حصل ايه بعد كده؟ بس احنا بدانا البروسيس. بدات انا اعمل ديزاينز وننزل عشان انت بترسم. اه. تنزل تروح فين بقى؟
كنا بننزل بقى نشوف المصانع. الاول احنا تعرضنا لحاجات كتير قوي يعني ضحك علينا كتير طبعا. هتقول احنا قعدنا شهرين يتنصب عليك مستنيين سامبل شهرين وينزلنا ويقابلنا في حتت وما يعني ما فيش اي حاجه بيوريها لنا. طب انا هقطع كلامك انا اسف، عايز اقول بس لاصحاب الورش والمصانع مستقبلكم في ايد الشباب دول. لما يجولكم خليكم حلوين، ما تحس ما تقولش ايه العيال دي ودول ما يفهموش حاجه، سيبهم على جنب، مستقبلكم معاهم عشان دولت اللي هيعملوا انتاج كبير وهيعملوا ماس برودكشن، يعني ممكن يعملوا بالبنطلون الواحد مع الوقت 2003 و4. فركزوا معاهم وبلاش الانعاره، ودول صغيرين وما يعرفوش، فايه تعملوا معاهم حركات مش لطيفه عشان فعلا هتكسبوا من وراهم، هتكسبوا كويس بالمعقول، لكن هتقعدوا تعملوا مناظر خليكم بقى قاعدين وما تزعلوش، لانهم كده كده هم في الاخر هيكبروا نفسهم لانهم عندهم طموح وحلم. فانت ما ساعدتوش، مش ما ساعدتوش، انت بتاخد فلوس اللي انت بتعمله له. هتاخد الفلوس وهتطنش، هيشوف غيرك وغيرك وغيرك لغايه اما في الاخر هيوصل للي هو عايزه. ولو انت عسلكت هيروح للورشه بتاعت السوري ويقول له اعمل لي كذا، والسوري هيقول له تحت امرك. يا ورش مصر ويا مصانع مصر، خليكم حلوين مع الشباب. صح؟ صح كده. بجيب لكم حقكم اهو. طيب، نزلتوا الورش واتنصب عليكم واتضحك عليكم فترة، بعدين؟ الفترة دي احنا جالنا زي كده ايه حالة يأس. طبعا. لأن احنا اللي هو بس عن يعني عنا بقى ساعتها دخلنا على جوجل، دخلنا على فيسبوك، عنا ندور. بعد كده لقينا مصنع يعني. أصحابه مصريين؟ لا بصراحة. ده بجد؟ لا والله. منين؟ سوري. كمل. بس رحنا الاول هو الديزاين كان على فكره ما كنتش عارف خالص يعني، وادي بدي المثال ما كنتش عارف ان هو حصل لهم كده، ده جت بالصدفه، بس ما هو من كتر ما بشوف نفس الحاله. فيا مصريين ما تشتكوش. اتفضل. بس احنا انا عامه لما باجي اعمل ديزاينز او حاجه انا ما بحبش الحاجات التقليديه، انا بحب دايما الحاجات اللي فيها جنان شويه بس في نفس الوقت تبقى شيك. فاحنا اول ديزاين ده كان صعب شويه انه يتعمل، بس هو المصنع قال لنا لا يعني هنطلعه عادي هنجرب عملوا في الاول. احنا اول ما شفنا السامبل طبعا يعني انها طلعت هي زي ما احنا كنا عايزين، اللي هو خلاص بقى بدانا نرجع تاني، الحماس يرجع، الحلم بيتحقق. بدانا اللي هو كده. بعدين ورينا لناس كتير، دي كانت غلطه عملناها ان احنا ورينا لناس كتير قوي. اتقلد؟ لا ما اتقلدش، بس هو كان في اراء مختلفه فاحنا ما كناش هننزله. لا مش ما ينفعش تاخدوا اراء حد بالظبط. ف صلينا صلاه استخاره انا وحلمي وخدنا القرار وقلنا خلاص احنا هننزل هناخد الريسك، وهو بصراحه ده كان احسن ريسك خدناه. عمرك ما توري الديزاينز ولا الكوليكشن بتاعتك لحد غير لما تخلص وتنتجها. مالكش دعوه، انتوا ناس هنا في حاجة شايفينها، عمر ما حد هيخش جوه مخك ويشوف ايه اللي بيحصل. حلمي انت دلوقتي لما روحت عند الترزي وكان بيقعد يقص قدامك ويخيط، ما لقطتش الحاجات دي؟ يعني انت ممكن تقعد تخيط وتقص؟ لقطت كل حاجة بس جمعتها متأخر قوي. طب دلوقتي متأخر قوي ايه؟ انت اصلا انتوا لسه صغيرين. قصدي بعديها بقى بعد ما البروسيس مثلا دلوقتي جيت اكتشفتها، جيت بقى يجي في بالي فلاش باكس مثلا اللي هو يا ده كان كذا ليه علاقه بكذا، كل حاجه ليها علاقه ببعض. يعني في الاول انا ما كنتش بفهم مثلا طيب اللي بيقص هل هو اللي بيقص هو اللي بيقفل؟ هل اللي بيقفل هو اللي بيودي المغسله؟ هل اللي بيودي المغسله هو اللي بيفنش مثلا البنطلون او ايا كان؟ انتوا طبعا انتوا كل ده لبسهم هم لابسين. قوم اقف معلش اكيد انا هغلب المخرج. طيب دلوقتي ارفع التيشيرت سنه صغيره. اوكي طيب، اولا هم عاملين بنطلونات جينز تجنن والخامه بتاعتها حلوه قوي. ايوه لا لف الناحيه الثانيه مثلا. هو ده طباعه ولا ده ايه؟ ده ستيتشنج تطريز. تطريز لف كمان كده شويه بس كده. كل ده يا جماعه معمول بالتطريز. لف معلش بعد اذن حضرتك كمان كمان كمان. بصوا بقى ورا فيه، انت قلت المغسله. المغسله عشان يطلع لك اللونين دول. الرش الرش ده سبراي بيخش مرحله رش. مرحله ثانيه الغسيل اللي هي اللي هو بيطلع اللون ده. أوكي. اللي هو تحسه ديرتي شويه مطين. اوكي مطين. ارفع الشلتة واحد. طيب. وحضرتك اللي انت لابسه فيه نفس القصه؟ يعني مش قوي. اقف بعد اذنك هنتعبكم. اوكي ده بقى ده جينز برضو. طيب ارفع بس التيشيرت سنه صغيره. ايوه هنا هو برضو
كله معمول، ده خياطة أبيض، ده خياطة مش طباعة. لف بعد إذنك، أيوة كمان كمان، والناحية تحفة، حلوين قوي. لف لف لف، أوكي استريح، تحفة حلو. أنا لو يعني أنا للأسف ما بيلقش عليا عشان قصير، ما بيلقش عليا الحاجات دي، بس لو بشتري وشفت أو بشتري لحد هدية هحب أجيب له بنطلون زي ده. ده ما بيتغسل، ما بيجيلوش حاجة خالص. لا أسعاركم كويسة، أنا سمعت ده، مش هنقولها بس أنا عارف إن أسعاركم كويسة. طيب أنتوا مشهورين بالجينز وبإيه؟ هو الجينز جينز، ومشهورين بحاجة تانية بصراحة، إحنا إيه؟ بنعمل حاجات مش متوقعة. اما اه يعني لازم الديزاينر لازم يعمل حاجه مش متوقعه. انا يعني ده الشطاره، انت لو عملت حاجه متوقعه طب انت مش ديزاينر. بالظبط صح كده، انت مش مصمم صح كده. هنشوف فاصل وبعديه بقيه الكولكشن الخاصه بيك. فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحت. رجعنا لكم مره تانية، مشرفينا سيف الخولي ومحمد حلمي، اساتذه في تصميم الازياء وخصوصا البنطلونات الجينز. زي ما شفنا نزلونا الانستغرام الفيسبوك، الاثنين فيسبوك وانستغرام ولا ايه؟ انستغرام. اه الفيسبوك بقى موضه قديمه مش كده. نزلوا انستغرام وسيبوه شويه على الشاشه. جوده حاجاتهم حلوه قوي، الناس اللي شايفيننا بره مصر هم ممكن يعملوا كميات من الحاجه ويصدروا لبره، وحاجتهم سهله في القياس يعني. فلو عايزين قولوا جوه مصر طبعا اهلا وسهلا بيكم. بتبيعوا حاجتكم ازاي؟ احنا اول حاجه طبعا بدانا بيها الاونلاين، بعد كده موضوع الشورومز كبر في مصر فحطينا حاجتنا في كذا مكان في الاول، بعد كده قللنا الشورومز دي، بقينا في شورومز اللي هي اللي بتجيب فلوس، اللي بتجيب على سيلز. اكتر مبيعات. طيب وده وده اونلاين، والبراند بتاعك اسمه جراي. جراي اه. طيب بص بقى يا حلمي، محمد حلمي، انت في الاول قلت ان انت اهلك ما كانوش بقى ايه، فاهم، مش عايزينهم يزعلوا. ثم بعد كده لما لقوك ابتديت ايه اللي حصل؟ لا هم بصراحه يعني اكتر ناس وقفوا معايا دعم بقى. اه بيلبسوا من حاجتك؟ آه بيلبسوا من حاجتي. اه ما بيصدقوا. مامتك؟ اه. واخوك؟ اخويا برضه. اه وكمان بيجيبوا هدايا للناس من حاجتي وكذا حاجه، اللي هو هم بيفتخروا بصراحه بالحاجه يعني. بيجيبوا بقى هدايا من حاجتك، بيدوك فلوسها ولا؟ اه لا بصراحه هم في الحاجات دي ولا شكوك؟ لا والله لا. انا عارف الاهالي. لا لا والله هم بصراحه اكتر ناس يعني حسستني ان انا عملت حاجه وانجزت حاجه. انا اصلا اوقات بشتغل فعلا عشان احس ان انا عايز اثبت لهم حاجه او ان هم يبقوا فخورين بيا. وده حصل؟ لا هم مش بس هم اللي فخورين بيك على فكره، احنا كلنا فخورين بيكوا. بيكوا انتوا، لان انتوا ما قعدتوش تستنوا احنا هنتخرج وعايزين وظيفه. هما بيشتغلوا بيكسبوا، ومع الوقت هيكسبوا اكتر واكتر، وانا متاكد من ده طبعا، الرزق بتاع ربنا. بس هما عاملين حاجه حلوه بجوده حلوه بامانه حلوه، مره ثانيه وثالثه ورابعه. يا مصانع مصر، يا ورش مصر، لما يجي لكم الشباب ما تقفلوش الباب في وشهم، ما تتقنعروش عليهم،
ما تتكبروش عليهم لانهم هيكبروا اكبر منكم وانتوا اللي هتبقوا محتاجينهم. هم لفوا على المصانع وعلى الورش اتقرفوا لغايه ما في الاخر راحوا المصنع. بنشكره صحابه سوريين عايشين في مصر عملوا لهم كل احلامهم. فمرة تانية بقى محدش يشتكي، محدش يشتكي، وشكرا للسوريين اللي عايشين في مصر اللي بيشتغلوا وبيقدموا لنا جودة حلوة، وبنشكركم ان انتوا بتقفوا وبتدعموا الشباب المصري، لان كتير قوي من اللي بيقولي بيقولوا لي نفس الكلام للأسف. بس مرة تانية شكرا للسوريين اللي في مصر. طيب تيجوا نشوف آخر جزء. انتوا كل حاجاتكم بنات وولاد، تعملوا اطفال كمان ان شاء الله قريب في الخطه قريب. يلا تعالوا نشوف اخر جزء. مزيكا بشكر النهاردة أستاذ سيف الخولي وأستاذ محمد حلمي مصممين الأزياء والبراند الخاص بيهم جراي. حاجاتكم حلوة قوي. كل مش هنكلمكم تاني، كل ما يبقى فيه مجموعة جاهزة تتكلموا تقولوا عايزين نجي لكم نورت المكان مكانكم. فخور بيكم، برافو عليكم، شكرا ليكم. أتمنى تكونوا اتبسطوا عندنا النهاردة في 4 شارع شريف وحلقة بداية الأسبوع. نكون معاكم بكرة في نفس ميعادنا. شكرا ليكم، باي باي. النهارده عندنا اكلات حلوه قوي قوي مع شيف منى الصباح. اول حاجه هنعملها كفته سمك مع صوص طحينه خضراء، بعدين عندنا برغل بالاعشاب والليمون، هنحلي بجوليش بالشوكولاته والموز. عندنا مثقفه الشارع ايناس ثروت. ميرسي مندوب. هنتكلم على ايه النهارده كتاب؟ ما لا نبوح به. ونتكلم عن مصر القديمه مع جلادس حداد. حتشبسوت خالص. هنكمل بقى حكاية الملك مينا. عندنا كمان النهاردة مزازيكي مع عندليب الشارع أستاذنا حسام حسن. حب لولو كانش كادر في القلولو، حب نادية وحب لولو كمان نانا. أهلا أهلا أهلا.